انطلقت صبيحة اليوم أشغال الاجتماع الثنائي للجمارك الجزائرية والديوان التونسية بمشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية ونظيره من الديوان التونسية، الذي حضر نيابة عن المدير العام، وذلك لمناقشة عدد من المحاور أهمها تنشيط المبادلات التجارية والتعاون الإداري ومحاربة ظاهرة التهريب كأولوية قصوى وتوسيع معبر الحدود الطالب العربي المبادلات التجارية، والذي من شأنه الدفع بعجلة النشاط التجاري في المناطق الحدودية الجنوبية على غرار الواد بسكرة، وهو مطلب للمتعاملين الاقتصاديين في المنطقة الجنوبية. في التغطية كان كمال كريكرو. اليوم لقاء تقني، سوف ندرس كيفية فتح أو توسيع المعبر الحدودي أو المنفذ الحدودي تاع الطالب العربي، نوسعوه للعمليات التجارية، بحيث احنا واثقين باللي هذا المعبر سوف يعطي دفعة ونشاط اقتصادي هام، خاصة بالنسبة للمناطق الجنوب الشرقي للبلاد، وأخص بالذكر لولايات الواد، تقرت، ورقلة، بسكرة إلى آخره. ومن جهة ثانية سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو محاربة التهريب، ومن جهتين، خاصة تهريب الأموال وكذا المخدرات والمهلوسات. هذا وأكد نائب الديوان التونسي على هامش اللقاء باجتماع لجنة فنية جمركية لدراسة جدول أعمال فيما يخص تقدم الإنجاز في عدة محاور والمتعلقة بتسهيل حركة المسافرين وتوفير الراحة، بالإضافة إلى مسائل متعلقة بتبادل المعلومات حول الغش التجاري. كلجنة فنية جمركية تونسية جزائرية عندنا جدول أعمال، عندنا أشغال، عندنا فرق عمل تعمل، فرق عمل مشتركة. إذا اليوم مش نقفوا على تقدم الإنجاز في عدة محاور، حركة المسافرين وتسهيل حركة المسافرين وتمكين المسافرين بالتجهيزات الضرورية للراحة عند عبور المنفذ. كذلك عندنا مسائل تتعلق بتبادل المعلومات حول الغش التجاري وحول كل المحظورات يعني بصفة عامة. كذلك معناها مش نوضع الآليات معناها للتقدم في هذا المجال.